جرب بسرعه شويه يا باشا. ماشي. تعالى يا ابني. ايه بقى هو في ايه؟ ايه؟ واحده بتسكر من الشارع وتقبض عليها. عادي. في ايه؟ عادي ايه؟ انت مش قايل ان الواد ده جاي لك من المكتب وجايب لك الباسبورات؟ ضحكت عليك يا سيدي. انا بنت كلب كداب، اوكي؟ واقول لك اكتر؟ الباسبورات كانت كلها معايا في الظرف من اول ما نزلت من المكتب اصلا. يا بنت المجنونه. يعني الباسبورات دلوقتي عنده جوه؟ في الشنطه. اوعى تفتكر ان ست ضعيفه وهنهار دلوقتي وعيط. انا باخد كوك عشان مزاجي وقلتها للمأمور جوه. بعدين في الراد بتاع ده هيلم الدنيا. طب اسمعي بقى، احنا مش واقفين في الميرلاند. الباسبورات اللي جوه دي فيهم باسبور مضروب. لو تهرش كلنا نروح في 60 داهيه. طز طز. لو خايف اتفضل روح، انا مش عايزه حد اصلا. طلعت مجنونه فعلا. يا باشا بقول لك، بنت المجنونه قالت لظابط المباحث انك تضرب كوكايين وانك كانت بتسكور عشان الحاجه اللي عندها خلصت. انا بقى لما عرفت ان الباسبورات عندها كلمت شيت عشان يجي يسلكها. يا نهار اسود، ما كانت قالت بنت الصارمة كنا احنا نروح نسكور. هنعمل ايه بقى؟ نسوان دماغها ضربه. طب وبعدين يا صاصا؟ الباسبور المضروب ده لو اتظبط هنجرجر كلنا. بقول لك مفيش حل، اما بقى نروح نسطر جنبيها على الحيط. نسطر جنبيها على الحيط. هي باينه من اولها. ليه بس كده يا رب؟ يعني يوم ما تيجي تظبط نتعكش من على البر. لا مش في البحر زي كل مره. ليه يا رب كده يا رب؟ استغفر الله العظيم. ما خلاص يا شيخ، بقى نقعد نندب زي النسوان. سيبني مخنوق يا صالح، انا مخنوق بجد. سيبني. عمري شفت نحس زي كده؟ انا بصراحه ما شفتش نحس كده. قصدك ايه يا صاصا؟ انا نحس؟ نحس. نحس يا شيخ. ده تاني مره، مره جوه البحر ومره تانيه على البر. هو في ايه يا اخي؟ يا اخي راعي نفسيتي شويه، راعي مشاعر عشان اعرف اظبط الاداء. لما انت لازم تظبط بدل ما كلنا نتثبت. مش فاهم. حلوه الشنطه دي. وصعبت الشنطه. يا سعاده الباشا. النبي بعد اذنك بس بحكي اللي هو حمزه فين؟ على طول في اول شيء. ها؟ على طول في اول شمال. يا اخي ربنا يخليك لينا والله، انا سعيد جدا جدا جدا. الله يخليك يا باشا. يا فرج بيه.